السلام عليكم متتبعين قناة موتوريكس مع فيديو جديد، حلقة جديدة وموضوع جديد. فهمتي؟ هاد النهار ما يكون فيها لا تحراك لا والو، لا ماكينة حتى حاجة، ولينا نهضر على واحد الموضوع. الميساجات تيجوني بزاف في النمرة في الواتساب ديما، ولا في الفيسبوك، ولا فين ما كان كيجيني واحد السؤال اللي ديما انا تيجيني غريب. فهمتي؟ عارف داري مساكن راه تيبغي يوري لهم ماتر هوم وداك الشيء، واخا راه المهم السؤال كيجي مرون بالاسئله اللي تيجيوني بزاف. هو خويا نبسطلكم، خويا مثلا انايا عندي موتور ستاندار، شاك ما ستاندار، ومشيت بدلت الموتور كان كيشد ليا 85، ومشيت بدلت له لي غالي وبدلت له الروسول دلور، ولا كيشد ليا 60. هذا نقدر كاع نوري لكم في اوديو كاع الا بغيتو، نوري لكم بحال هاد الميساجات تيجيوني. ولا مثلا تيقول لك خويا عافاك عندي الموتور، بغيت تقول لي العبار ديال الكاليات اللي غيجيوني في الدبار والطريق. هذا سؤال حتى هو لا علاقه. فهمتي؟ هادو اسئله كيجيوني يوميا، ما كاينش شي نهار اللي ما يجينيش بحال هاد السؤال هذا. ولا مثلا تيجي تيقول لك شي واحد خويا عندي امبرياج اللور شي نوع مالوسي ولا بوليني ولا هادي، والقدامي القدامي مثلا مانوس ولا بوليني، واللور عندي ستوندار، اش من روسو ندير ليه؟ انت ديج انا ديجا الموتور بعيد عليا، كي غنديرو نعرف؟ هذا سؤال حتى هو بالاسئله. المهم انا نهضرو على هذا الموضوع. هذا انا وريتكم دابا، انا نجبد لكم هادشي باش كنخدمو حنايا مثلا الرسولات وليغالي. الجواب ديال هذيك الاسئله ديال هادو اللي دابا دازو هو راه لا يمكن نعطيك شي ريكلاج وغادي تمشي عليه نيشان، حيت ما عمر ما راه حتى تشوف ديما الفيديو، راكم كتشوفوا ديما في الفيديوهات، ما عمرني قلت لكم في شي فيديو مثلا راه نديرو قال لي 4.5 ونديرو روسو البيض راه غيعطيونا في جميع المطار. لا والو، امبوسيبل. كل موتور والريكلاج اللي تيكون فيه، كل موتور والريكلاج اللي تيكون فيه. مثلا انت عندك موتور كيشد 85 ولقيتي ونقص لك شويه في التيراج وقلبتي لي قال لقيتيهم محفرين، مثلا بحال هكا حليتي لومبريج القدامي ولقيتي لي قال محفرين، ماشي غادي تمشي عند مول بياس وغتقول له عطيني لي قال ديال ستوندار وغادي ترجع تمشي تركبهم صافي راك ناضي. لا، هادي ما عمرك ديرها، خاصك بعدا تشد لي قال القدام مثلا هادو وتمشي تعبرهم. حنا نشعلوا الميزان ونعبروهم مثلا هاد لومبرياج، هذا نهزو الكاليات ديالو فيهم ديال 6.65 غرام، يعني 6، هذا هو العبار 6.65. غادي تمشي تشري نفس الكاليات فاش كيكونوا محرودين، غادي تلقاهم مثلا الا كانوا ديال 5.5 تلقاهم رجعوا فيهم 5 غرام، غتمشي تشري ديال 5.5 فاش يكونوا محرودين. فهمتي؟ ولا غادي نعبروهم كاملين، ولكن اللي كتلقى عنده 3 تقال و 3 خفاف غنعبروهم كاملين بحال هكا. حنا دابا غير نعطيكم مثال، حيت هاد لومبرياج راه غير محطبن، غير هزيتو من لافيري وحطيتو هنايا، غنعبرو هادو كاملين بحال هكا. عطاتنا 32، غنقسمو على 6 وغادي نشوفو شحال قاليات، حيت ما تلقاش فيهم العبار، غنقسموهم على 6 ونعرفو العبار ديال القاليات اللي خاصنا. متفاهمين على هاد النقطة هادي؟ يعني هذا واحد الجواب من الأسئلة اللي كيجيوني. يعني موتور كان عندك مريقل ونقص في التيراج، حليتي لقيتي لي قالي عيانين، ولقيتي الكروا رقيقة، غتبدل الكروا تبدل لي قالي، غادي تشري قاليات بحال اللي كانوا عندك. علاش؟ حيت الموتور ديالك فيه واحد فيه داك الشكمل اللي راك مركبها، راه شادة داك العبار، حيت كل موتور كنمشيو على حساب الشاكمه وكنمشيو على حساب السيلندر. الا كانت عندك الكومبريسيون
راه تيكون ريكلاج، كانت كومبريسيون راقصة راه تيكون ريكلاج، كانت كومبريسيون مزيانة راه تيكون ريكلاج، كانت شاكمة مسرحة راه تيكون ريكلاج، كانت شاكمة مخنوقة تيكون ريكلاج، وكل شاكمة والريكلاج ديالها. متفقين على هاد النقطة هادي. بالنسبة لهاد الرسولات راه ماشي زواق وماشي ألوان وكذا، راه كل رسول وكتكون القصحية ديالو. فهمتي مثلا هذا هو ستاسيس كحل، راه القصحية ديالو ماشي هو هاد الغوز، ماشي هو هاد الصفر، ماشي هو هاد الابيض. فهمتي نقدروا نقولوا باللي هاد الابيض هو الرطب، تابعوا الصفر وتابعوا الاحمر، وهاد الاحمر فيه بزاف ديال الانواع. هاد الاحمر كيكون فيه ثلاثة ديال الانواع ولا أربعة، كاين اللي كتلقى فيه حمار مغلوق، كاين اللي كتلقاه مفتوح، كاين اللي كتلقاه. متفقين؟ السلام عليكم. فهمتوا الخوت؟ يعني كل رسول القصحيه ديالو، وراه ما يمكنش انني غادي نقول لك مثلا هاد البيض هو كاين شي ماتيريال تنكبوا لهم البيض، تنكبوا كليا الدربعة ونصافي تمشي هما هادوك. الا كانت في البريسيون مجهده، الا كانت البريسيون مجهده، الا ما كانتش البريسيون مجهده راه ما يخدمش، راه امبوسيبل يخدم. كما قلت لكم الخوت، راه ما يمكنش انني غادي تجي تقول لي اخويا عطيني شي عبار ديال الكاليات اللي غادي نمشي نشري عليه. هاد الرسوس راه كاينين حتى دوك الثلاثه الصغيور، اه وكاينين حتى دوك الثلاثه الصغيور، حتى هما هادوك هما اللي تيحكموا، هادوك هما اللي تيحكموا على التقليع. اه اما هذا ماشي شغل واحد التقليع، هذا بعد هذا ولا هادو كامل، هذا الشغل ديالهم الشونجمون ديال باش طلع الكروه ولا لا سميتو وانت هو كيدير الطيحه، هو على حساب الطيحه. ها الله يرحم الوالد، الطيحه هي اللي تعيطوا على شي واحد محمقو موطورو ايامي بدل في لومبريه جات وفر الكاليات وما خدمش، عرفت يمشي للسيلندر يلقى مسخسخ دمار عندي، غتلقى السيلندر مسخسخ ولا عندك سيلندر الشينوا صافي. كاينين الماطر ما كيفوتش، كاين دوك المينيكيت تيحمقوا في الريكلاج، خاصك خاصو ليسانس بزاف. اه المينيكيت الا ما عرفتيش قاد تريكل له ليسانس ديالو وداك الشيء ما يعطيك والو مرضاك. لهذا انا قلت لكم التقليع اللي كيحكم عليها هو الكروه، خاصها تكون مزيانه ما داخلاش في البولي دلور، راه ديما تنقولوها، و تيحكموا عليهم دوك الرسولات الصغيورين، و تيحكم عليهم الماشلوط. حتى الا كان عندك ماشلوط كيزلق راه هو مشكل، اذا كانوا لي ماشلوط معاودين ما واخا دير اي قاليات واخا دير اي لعبه راه غادي تحمق. كاين واحد اللقطه اخرى قبل ما ننساها، هو مثلا ها انت راك باش تعرف باللي هادشي فيه الحماق، هو راه انت تقدر تشري اومبرياج ديال ستاسيس ولا اي ماركه كيتباع لك، كتعاود تكوموندي على باك مثلا بحال هكا ديال ليغالي، هذا هو فيه ليغالي من 3 غرام، انزومي ها هو من 3 غرام حتى 4.5 غرام. فهمتي كيفاش قلت لكم؟ يعني من 3 غرام حتى 4.5 غرام، هذاك هاد العبارات هادو باش كتسري كلومبرياج ديالك. فهمتي يعني راه واخا تقدر تشري اومبرياج مثلا ديال 16 ولا هادي، راه ضروري خاصك تقول يعني ماشي غادي تشدو غادي تركبو غيعطيك، راه امبوسيبل. انا نوريكم هذا ها شو كيداير هذا الاخر، هاد اللي قالي كيتقسمو وكتحيد هاد الثقاله اللي داخل، هادو هما الثقالات اللي تيكونوا. هاو مثلا هذايا نشوفوا العبار اللي فيها، هذايا فيها العبار ديال 4.5 غرام، هادو ديال 4.5 غرام، هادو الثقالات ديال 4.5 غرام، هادو القوم ديال 4 غرام، ها هما هادو ديال 3.5، ها هما ديال 3.5، وهادو غادي نلقاوهم شوف شحال، هادو ديال 3 غرام كيكونوا خفافين، وبهادشي باش كتقاد لومرياج ديالك، ولا غيكون عندك اومرياج ريكلابل ديال اللور. وهذاك عاوتاني تيحكم على التقليع، هذاك الريكلاج ديال دوك الرسولات كيعطينا غير التقليع. الشاكمة حتى هي كتلعب دور، الشاكمة كتلعب دور لا في الطريق لا في الديبار، تقدر تجيب شاكمة كي تركبها ودير ريكلاك الموطور ما تعطيكش الديبار، ولكن الطريق تعطيك. لهذا خصك تلعب عاوتاني في لومبرياج د الله، وتلعب حتى في ليغالي وتلعب في الرسولات، ولا كدير اومبرياج كبير، دير اومبرياج شي ماركه معروفه، وتا هو خاصك تريكل عليه. فهمتي؟ لهذا الخوت انا هذا الفيديو درتو باش ما نعاودش باش ما نعاودش نطيح في هذا البلان هذا ديال خويا دوك الاسئله اللي قلت لكم من قبل، خويا عطيني شي قاليات اللي غندير ديبارو طريق. انا قلتها لك هذه دايره في بالك، الموطور ما كطلعش الكروه حتى الفوق،
راه ما مريقلش. موطور لومبرياج تضرب بهم دوره وتحط يدك على لومبرياج اللور وتلقاه طايب، راه ما مريقلش. موطور كيدير الطيحه راه ما مريقلش. واول حاجه غتبدا بها هو الكومبريسيون، خاصها تكون عندك في الموطور مزيانه باش يكونوا لومبرياجات مريقلين. خاص الكومبريسيون تكون مزيانه هي الاولى، خاص تكون ليسانس مزيان. يعني شحال من واحد عاوتاني غادي عاوتاني تنسى، شحال من واحد باغي الطريق والديبار والروينه في موطور صغير وهو داير جي كلور ديال 60 ولا داير جي كلور ديال 58، راه ما يمكنش. انت باغي الجهد وانت قاجو ما عطيهش ليسانس الكافي، راه امبوسيبل. هذيك حتى هي قلنا الكومبريسيون ليسانس والشاكما، هادو ثلاثه د العوامل هما اللي يكملوا هاد الحماق هذا اللي قدامنا، هما اللي تيكملوا لومبرياجات. وخلاص الكروه، كاين اللي عنده كروه رقيقه وكيقلب على الديبار، كاين اللي كيقلب، كاين اللي عنده كروه عاوتاني صغيره وكيقلب على الديبار. هادشي راه ما يمكنش. العبار ديال الكروه اللي كنخدموا بها يا اما تجيب لنا شي ماركه اللي معروفه فهمتيني، ما فيهاش الزوائر مثلا بحال هكا ستاسيس ولا بوليني ولا كونتي ولا المهم هادوك اللي كيجيو من برا كتلقاهم دوريجين. هادو اللي تيتباعو السوق مثلا دالمالوسي راه كاين المزور في المغرب، نخاف عليك منه، وكتلقاها شي مرة حتى 751. العبار اللي مزيان هو 752 على 16 اونص. وخلاص هادوك لي مارك ديال برا، الانواع اللي كيجيو من برا ما تتلقاش فيهم 752، كتلقى فيهم شي عبارات اخرين فهمتي. ولكن هنا في السوق بغيتي تشري كروه عاديه باش ديباني بها، شري 752 على 16 اونص وخدم بها كيف ستوندار كيف الكيت. هادشي اللي كاين الخوت. نتمنى ما نكونش طولت عليكم هذا الفيديو. قبل ما ننسى، واحد البلان، كاين جوج انواع ديال ليغالي، هادو مثلا ديال ستوندار 15 اونص على 12 وغتلقى، وكاين النوع الثاني هو 16 اونص على 13. هادو ديال اللي كيخدموا في المات في اومرياجات كبار، وهادو اللي تيخدموا في ستاندار بحال هادو. هادشي اللي نقدر نقول لكم، تحياتي لكم، مع السلامه. الحلقه الجايه ان شاء الله مع موضوع اخر. الله يعاونكم، السلام عليكم.